مبارك عليك وعلى زملائك، وأتمنى لك النجاح ولجميع أبناء المسلمين يا رب العالمين. لمشاركة أبنائنا التلاميذ في عملية ارتداء اللباس الموحد، وهي عملية نستحسنها كلين ومبادرة جيدة. نشكر كل من ساهم في هذه العملية من قريب أو من بعيد، سواء بالوسائل المادية أو المعنوية. هذه المبادرة التي من خلالها نقضي على كل الفروقات الاجتماعية. صراحة اليوم مبهج جدا، دخول أطفالنا علينا بهذا الزي الموحد، كلهم سواسية، فعلا منظر يستهدف الجمال. أطفال يبدو الأطفال رائعين جدا، ما شاء الله عليهم، بارك تبارك الرحمن. العمل وجهد لشهور عدة، لشهور عدة، لفريق متكامل لإخراج هذا الزي الموحد لتلامذتنا الأعزاء، من أجل القضاء على التفرقة والتباهي وخلق جو من المساواة والمؤاخاة والتضامن بين المتعلمين، وجعلهم بحلة واحدة جميلة، حلة واحدة ولكن تكون هذه الحلة جميلة. عدد التلاميذ هو 383 تلميذ، وكل تلميذ تحصل على زيه الموحد. شجع هذه المبادرة التي لا تفرق بين الكبير والصغير، والدليل على ذلك فرحة الأطفال بهذا اللباس ولله الحمد. ونتمنى هذه المبادرة أن تعم على جميع مؤسسات ولاية خنشلة وعلى جميع الوطن بإذن الله.